دكتور سيد محمد، حتى لا نذهب بعيدا، ما علاقة مرة أخرى، ما علاقة انتصار أفغانستان على الاحتلال وتولي طالبان بازدياد عمل الهندوتفا؟ نعم، ممكن أن نقول بأن كما قلت بأن هذه المنظمة هي تخاف المسلمين وكثرة عدد المسلمين من أن تقبض هذه من أن يقبض المسلمين الهند أو ترأس المسلمين الهند كما كان في القبل قبل الإنجليز للمرة الأخرى، وهي وهؤلاء مسلمون. يعني هذه المنظمة أو هذه العقيدة، عقيدة الهندوتفا، تخشى من عودة المسلمين لحكم الهند مرة أخرى بعد أن تقوى أفغانستان. هذه نظرة مستقبلية يعني استراتيجية، ليس الآن. نعم، هذه نظرة مستقبلية وهي تخاف تصفيق المسلمين، هؤلاء المسلمين مع طالبان والقفز والسيطرة على هند للمرة الأخرى.